Anthony Joshua felt the effects of that recently. Ooh. Oh, good shot from Slim though. تصدق يا عمار لو اني انا بلعب في ناس منهم بدا اغلبهم. ايه انت نشرت لها جنب فيديو يوتيوب صرت يوتيوب بدك تروح تلعب معهم. اه طيب شو يعني؟ انا بصدق بس لو انه عندي عدد متابعين كفايه بفوت وبلعب وبغلب. يا زلمه يا زلمه انت بوزنك هزم لازم تضلك في الدارك يعني. كلها شغله شو؟ بتشوف كيف انه راح يبقى عندي اراده وبقدر اضعف بوصل عدد المتابعين وبرجع اليوتيوب وبروح بلعب. ايه انت واحلامك الفرطه هاي. يعطيكم العافية جميعا. بما انه في كثير رسائل وصلت سألتني شو هاي التويت وشو انا كاتب بسوي على تويتر وشو الهدف اللي انا بدي اوصله، حبيت انزل بهذا الفيديو اشرح لكم ببساطة. انا نزلت على تويتر هاي التويت تذكروها هاي التويت شو بتعبر؟ انا سألت المنظمة اللي مسؤولة عن كل مباريات الملاكمة تبعت اليوتيوبرز وتبعت الماثرين، فأنا قررت صراحة أعمل التحدي لنفسي وأوصل هذا المحل، فأنا شو بدي منكم بهذا الفيديو؟ أنا بدي تدعموني إنه عن طريق إنكم تعملوا ريتويت لهي التويت أو تنشروا هذا الفيديو مشان أصير أوصل أكثر عدد المتابعين، راح تشوف عندي بستوريهات كيف أنا راح أكون مثابر، كيف إني راح أحاول قد ما بقدر أوصل للحلم اللي أنا بدي إياه، بعرف إنه بعض الناس راح تقولي مجنون، بعض الناس راح يقولوا لي هذا الحلم جدا هيك. وانا بعرف انه جدا بعيد ومش سهل توصله، بس انا بعرف شغله اللي حطه براسه هدف بيقدر يوصله لو شو ما صار. بدي دعمكم، السلام عليكم.